أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة حضرموت الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. وزير النفط والكهرباء يوقعان في الإمارات على عقود إنشاء محطة كهرباء غازية ومصفاة للبنزين ووحدة إنتاج غاز منزلي بحضرموت. طارق صالح يقول أن خيار الحرب مطروح وأن جرائم الحوثيين ستقابل بحزم. رئيس الوزراء يلتقي بعدن رئاسة هيئة التشاور والمصالحة. الهجرة الدولية تحذر من موجة هجرة إفريقية باتجاه اليمن وتكشف عن وصول 22 ألف مهاجر إفريقي لليمن خلال شهرين. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. بارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليبي التوقيع على اتفاق إيداع المملكة العربية السعودية مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي، التي ستمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني واستقرار العملة الوطنية والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية. وأعرب الرئيس الإعلامي في تغريدات على موقع تويتر عن عظيم الشكر والعرفان والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على تيسير الوديعة للبنك المركزي. وأثنى الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على جميع الجهود المشتركة من الجانبين اليمني والسعودي. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح أن خيار الحرب لا زال مطروحا وبقوة إذا بددت ميليشيا الحوثي ما بقي من أمال السلام، وشدد على أن حالة اللا حرب ولا سلم لن تستمر إلى ما لا نهاية وسيوضع لها حد، وأن الشعب اليمني سيتخذ كل ما بيده من خيارات لاستعادة الدولة، مؤكدا أن الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المدنيين لم يتم السكوت عنها وستقابل بحزم. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي أن أي حلول سلمية بجهود أممية ودولية لابد أن تصون أولا تضحيات الشعب اليمني وتضمن حقه في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع، وبعيدا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي التي تتذرع بها ميليشيات الحوثي لتملك رقاب اليمنيين. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه الدكتور عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميلة علي رجاء وأكرم العامري. وطلع رئيس الوزراء من رئاسة الهيئة على الجهود التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ المهام المناطة بها لمساندة مجلس القيادة الرئاسي وحماية التوافقات الوطنية. وتطرق اللقاء إلى آلية التكامل والتنسيق ودعم الحكومة في جهودها المستمرة من أجل تطبيع الأوضاع ومعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني. ولفت رئيس الوزراء إلى الدور المهم المعول على هيئة التشاور والمصالحة في توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة للالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وقع وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي في العاصمة الإماراتية أبوظبي على عقود تنفيذ 3 مشاريع خدمية وتنموية في محافظة حضرموت عبر شركات متخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل المشاريع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة توليدية تبلغ 150 ميجا، وإنشاء مصفاة للبنزين في منطقة الضبة بطاقة 20 ألف برميل يوميا، وخزانات ومنطقة حرة، وإنشاء وحدة إنتاج غاز منزلي. وعقب توقيع بحضور وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، أشاد وزيراء النفط والكهرباء بدور الإمارات العربية المتحدة
ودعمها لمختلف القطاعات الخدمية والتنموية. فيما أكد المحافظ بن ماضي أهمية هذه المشاريع الاستراتيجية في تنمية المحافظة وتحسين خدماتها، منوها بالدعم الإماراتي المستمر لتنمية مختلف القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى بلادنا كواك تايول دعم وتمويل عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي وتأهيل مراكز الأسر المنتجة في عدد من المحافظات. وأشاد الزعوري بالدعم الكوري للحكومة والشعب اليمني في المجالات كافة. من جانبه أكد سفير الكوري استمرار بلاده في دعم الحكومة في جميع المجالات بما يساعدها على تحقيق مواصلة جهودها الرامية لتحسين المستوى الاقتصادي والتنموي. كشفت منظمة الهجرة دوليا عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن خلال يناير الماضي، سجل أعلى معدل شهري على الإطلاق خلال العامين الأخيرين، ويمثل زيادة تقارب الضعف عن يناير 2022 وبنحو 4 أضعاف عن ذات الشهر عام 2021. وبحسب المنظمة فقد شهد يناير الماضي وصول أكثر من 10,700 مهاجر من القرن الإفريقي، وهو أعلى معدل شهري يتم تسجيله خلال العامين الماضيين. كما مثل عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين لليمن خلال يناير 2023 زيادة بأكثر من 80% مقارنة بذات الشهر من عام 2022. وأشارت المنظمة إلى أن ما نسبته 97% من إجمالي المهاجرين الوافدين كانوا من الأثيوبيين، و3% من الصوماليين، وغالبية المهاجرين كانوا من الذكور بنسبة 77%، بينما مثلت النساء 5%، إضافة إلى 15% من الأولاد و3% من الفتيات. أعلنت سفارة بلادنا في واشنطن استرداد 77 قطعة أثرية ومخطوطة قرآنية من الولايات المتحدة الأمريكية. وثمن سفير بلادنا في واشنطن السفير محمد الحضرمي في حفل التسليم بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الوطني ووزارة العدل ووكالات الأجهزة الأمنية المختصة جهود الأجهزة الأمنية الأمريكية التي قامت بضبط هذه الآثار اليمنية القديمة وإعادتها لحكومة بلادنا. وتم إعارة هذه الآثار لمتحف السمشونيان الشهير في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن. ونصت اتفاقية الإعارة الموقعة بين السفارة والمتحف على قيام المتحف بحماية وحفظ هذه الآثار ودراستها والترويج لها وإعادتها للحكومة اليمنية متى ما قررت ذلك. وشملت الاتفاقية أيضا على إعارة 65 وجها حجريا يعود عمره للألفية الأولى قبل الميلاد، وصحنا برونزيا من القرن الثالث الميلادي، 11 مخطوطة قرآنية قديمة يعود عمرها للقرن الثامن الميلادي. عقد محافظ المهرة محمد علي ياسر اجتماعا لأعضاء المجلس المحلي كرس لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للمحافظة للعام 2023. وناقش الاجتماع مشروع الخطة والموازنة للمحافظة والمذكرة التفسيرية للمشروع للعام 2023 مع عدد من المقترحات والملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس المحلي. وقرر الاجتماع المصادقة على مشروع الخطة والموازنة للمحافظة للعام 2023 وفق الملاحظات الواردة عليها. بحث مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين بعباد مع وفد مكتب المجلس البريطاني الثقافي آلية الشراكة بين المكتب والمجلس في تنفيذ عدد من البرامج في مجال التربية والتعليم. وأشار بعباد إلى أن قيادة المكتب فتحت مسارات متعددة مع المؤسسات والمنظمات الداعمة للتعليم وفقا لما يتواكب مع الرؤية والخطة الاستراتيجية التي يعمل على إعدادها مكتب الوزارة بالمحافظة.
مستعرضا جملة من البرامج التربوية والتعليمية النوعية مثل إدخال معامل الروبوت والذكاء الاصطناعي على مستوى مدارس المديريات وتفعيل مادة الحاسوب كمادة رئيسية ضمن المنهج، إضافة إلى الاهتمام بالمهارات الحياتية والعملية التي تسهم في تجويد المخرج التعليمي وفقا لاحتياجات المرحلة الجامعية وسوق العمل. والآن ننتقل لأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى. ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير النفط والكهرباء يوقعان في الإمارات على عقود إنشاء محطة كهرباء غازية ومصفاة للبنزين ووحدة إنتاج غاز منزلي بحضرموت. طارق صالح يقول أن خيار الحرب مطروح وأن جرائم الحوثيين ستقابل بحزم. رئيس الوزراء يلتقي بعدن رئاسة هيئة التشاور والمصالحة. الهجرة الدولية تحذر من موجة هجرة إفريقية باتجاه اليمن وتكشف عن وصول 22 ألف مهاجر إفريقي لليمن خلال شهرين. السادة والسيدات، وصلت وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تيفي، وإلى اللقاء.